محاط فارح هذا وجب كده وناي سلمتها بس 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 شال هذا بس كده أفكو السيو دورك سوء الشو بس 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 بس, بس. هاي واسو ما هنا وحقينا جرنا أسكري ما هنا وحق الأسكري ما هنا كبود روقات إريدك بحن قبل إلا هاد إلي حنوسنت على إيش دالك التركي يكون نوليت كم جران شيكوين قلبي جبلة مركا لقاها الله يو لنك يوركا يها سواء أو إنت بدان إلا كل مان دادك آدمي تشو ها سفيعا سلدانك وحو إيش هاي أو بيشا عيد شبس دقنيد وغرابة هين غرابة هين وحان هين أهلان هين تصالة أبوهد وحان الشيسين بعدو خويدة النور عدو وعدش إلا موعود الشيخ مرحبا قلوين كان اسكو ديقا نحي جفاك مدى يا نويل كودا قبرتين عشو كان صدين أمريكا ومركا ويلكا كيبين ميا ما يوروبا كيبين ما خان سلطان كان لاقص قصد عس إيشي ونكوري أنا يوم جوين ماشي على فريستي وعلى سوريستي قبل ما عربة عن هيتري مشي غانا هيتري من دارو ده هيتري ما غان هو ده عربي هذا وحي وشاقة ما غان أبي هذا الدواء دين طلون حريستو أفتهن أوهاي وحوري قبل ده قبيل كالي سورة قبيل سوال مرتان أنا قبل لك لقان قبيل كالي سويدية سلطان كا جوغو ده هي يا شيخ عدا وذا تد مدينو كنولو شيخ بشير لينا سلطان كوا سوكو بي وحويري سلو إيش هوا سلطان إذن كتا كتمينان هر عليرانا وحوير محاد فارح متقانين وذا محاد فارح محاد فينا اللي هجران إن عان هو هاي أسيد أسيد نهين ها محاد فارح دو قبل كدونا يسلمتها بس 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 شال هذا بس كدكو أفكو السيو دورك سوع الشو بس 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 بس, بس. هاي واسو ما هنا وحقينا جرنا أسكري ما هنا وحق الأسكري ما هنا كبود روقات إريدك بحن قبل إلا هاد إلي حنوسنت على إيش دالك التركي يكون نوليت مركا قولوين عيقو دين يوروبا يقو دبتي قولون وحيد دين ويجوك تاي دين هاس قصيدا سوحا إيسو وريي وقو بجوغا سلطان كرهيرك مركا وحنون قبرنين قورسان ربي أمريكا ميوروبا يميدي نكاح اللوفر ديو هو إيدي تسوى أديكتي ألابتل لديكي وذاك سؤالي ويدينا بسكت كأفو سانوها بس 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 ولا صورة سيدا سيدا وح إنه كده عمل معجزة عمله بس 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 هنكل جيدا تصال عهان أنا جهاد النينكا أو كرسي له يجك يجربه وعندنا أن أوجي أوجي سأوجي سكت ديجا هين وح أوجي هستنا ما خان كرسي ناسير كفر السماء سو كم قرر أنا هذا كرسي هو حقوق قرية هو بتو ألف حقوق قرية علدر جاينك علدر حقوق قرية بريق الجدود على إيش يا جاي نين أضيع نوين لو يردي أو يوسف علدر يماده كوسكي حني على جويا علدر دوت يوسف والبعتينا هل البعتينا هو را كوسكي حني على جراو لكن سأني واتجا أنا أبكو يا شيء لما نقول كاس تاريخ كلها هاي علشان ما يجيلي نيس هو هاي عبسي هذا سياسة دكبة حاتة عن ذلك أنا مكتئب يعني أنا يعني نوحانا هدف له هدف كي يقولوا الله بواي نسب كي إلى أن تكبره وكوعي يجيلي تعليم تنا إلى أن تكبرش مال عن ذلك أنا أقص عضو أنا يوم جرت ولا وجود بكراديلا أنا وهذا كم جد ابني أنا هذا نشى قال في رقطة أنا عاود أجيب رتيس صوت ونتو حكوا جوا نمك رقطة وأقول هذا يعني قال جعل عن هولندرا أنا تمارا تا كي يلي باني ده جيب دي ترى ورا بقى هاي رقطة وقابلة كوا كلنا حاندي لا نيو مال لهن مجرته أحرات سدارو ما أنا لو جد بعفيري أنا وأكو سؤلنا سؤال عشان أديك كوا علوس تواركي وأنا حنوم بدنو جرو كورك وارن حنون بدن او جيرو ان ارنتا هورتو waxa wax ka qaada ka qayb qaada karo dhaqanka Soomaaliyeed culuma diinka Soomaaliyeed iyo waxa ka qayb qaadan karo madaxda dalka waxyaabaha ay dadkaas hadii laga tago hadda hadii aan ku jiraa shaqo aan hay laga tago
waxyaabaha dadkaas lagu hormari karo waxaa ka mid a in la siiyo mashaariicda dalka ka socota. mashaariic dalka ka socota in qayb laga siiyo. aniga dadkayga haddii korontada iyo biyaha iyo maaragtay macaahid oo farsamo la furo shaqay helayaan dalkan in warshada loo sameeyo, waayo shaqadii dowladda waxay kasoo dhammaan weysa mas-uuliyiinta loo magacaabay ay kasoo dhammaan weysa say ummaddan wax u helaan waa in warshadayada la furo, warshad saabuun, warshad barafuun, warshad oomo, warshad saliid, warshad bac, warshad warqad, warshad saas la furfuraa oo la yidhaahna dadka warshad hubka soo saarta xitaa kaalin weyn ka qaadan karaan. Maya dalkan hub uma baahno, aan hubkaa kasoo horjeedaa. waxaan ugu soo horjeedaa dad badan oo qalbiga ka dhaawacsan a jooga dalkan, dee fursad hub helaana dhib badana imaan karo. ana hubkaa kasoo horjeedaa, hubka hadda dalka soo galaan ka welsana, hubkaa kasoo horjeedaa. xildhibaan yuusuf xoyle, aada u mahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad qaybta naga siisay, allah ku shafo. guud ahaan daawadayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka diiradda wareysiyada oo toddobaadkan aan uga hadlaynay sababta keentay qarniga 21-aad in sinaan la-aan iyo takoor weli bulshada soomaaliyeed dhexdeeda uu ka dhex jiro. waxaana barnaamijka igala qayb galayay mahdi ballaaran haga gaartay xildhibaan yuusuf xoyle oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, qaybta ka kuwooda ugu saameynta badan, islamarkaana matala dadka soomaalidu ay takoorto, iskuna xilqaamay in dadkaasi ay helaan da'yartooda waxbarasho oo ay la mid noqdaan soomaalida inteeda kale. intaan ku kulmi doono barnaamij la mida barnaamijkan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano. allahu asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.